هي الطائفة الممتنعة؟ نعم. وهل قتالها واجب من واجبات الدين؟ تفضل. الطائفة الممتنعة هي الطائفة التي تمتنع عن إظهار شعائر الإسلام الظاهرة المتواترة. أكرر، الطائفة الممتنعة هي الطائفة التي تمتنع عن إظهار شعائر الإسلام الظاهرة المتواترة. شعائر الإسلام لفظ عام ومطلق، سأبين الآن والله. قل فيه بقى ما شئت. الله يفتح عليك. وهندخل بقى في الجهاد ونروح نحاربهم ونعمل ونسوي. حاضر. احصر لي الكلام. حاضر. تفضل. كالأذان. كالأذان. تفضل. أعظم شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة التي يفرق بها سادتنا من أهل السنة بين دار الكفر ودار الإيمان، والصلاة والصيام والزكاة والجمع والأعياد إلى غير ذلك. الصلاة في عدم إقامتها ولا في كيفية أدائها؟ في كل صورها. ومن هنا حصل اختلاف في أمور بسيطة، كأن تضع يدك هنا أو هنا أو هنا. تقصد هذه الأمور؟ لا 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 لا. تفضل. وضح الإجابة. الله يبارك لك. حاضر. الخلاف في بعض الأحكام الفقهية هذا خلاف مقبول، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجر لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. نرجع إلى الطائفة الممتنعة. الطائفة الممتنعة هي الطائفة التي تمتنع عن إظهار شعائر الإسلام كالصلاة والصيام والزكاة. وهؤلاء الخوارج الجدد استلوا هذه الفتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية حين أفتى بها للتتار، ولم يطبقوا هذه الفتوى لا تطبيقا زمانيا ولا تطبيقا دقيقا لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية. تكلم عن التتار الذين هم في الأصل عنده كفار بغاة. اللي أفتى بها الشيخ العز بن عبد السلام ولا مين؟ لا، ابن تيمية. نعم، ابن تيمية هو ما أول من أفتى بوجوب قتال الطائفة الممتنعة، وإن كان فيهم من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأفتى بها في شأن التتار، لأن ابن تيمية يحكم على التتار وعاصرهم وعاش بينهم بأنهم كفار بغاة، فكيف يسقط حكم ابن تيمية؟ يعني الطائفة الممتنعة هي التي تمتنع عن أداء الشعائر الظاهرة. هم يستدلون بهذه الفتوى على كفر مصر حتى وإن كانوا مسلمين. هم يستدلون بهذه الفتوى على المسلمين الأصليين في بلدنا مصر. وأنا من اللي بيستدلوا؟ الخوارج الذين اللي هم اسمهم إيه دلوقتي؟ الدواعش. الدواعش. نعم، يستدلون بفتوى ابن تيمية على كفر مصر وعلى كفر جنودنا بفتوى ابن تيمية للتتار الذين هم كفار بغاة أصليون. في كتاب اسمه الباحث عن حكم قتل أفراد وضباط الشرطة. لا، وضباط المباحث. هل قرأت هذا الكتاب؟ نعم. لمن؟ لأبي أسامة الفارس للفارسي ابن جندل من السعودية. الفارس الذي يسمى بأبي جندل ويلقب بأبي جندل. بيقول فيه نعم أن قتال الطائفة الممتنعة واجب من واجبات الدين. نعم. الظاهرة بأدلة الكتاب والسنة. نعم. ما حقيقة مطابقة هذا الكلام لما جاء بالكتاب والسنة والفقه الإسلامي؟ هذا كلام ضال وكلام باطل، والرد عليه بفضل الله جل وعلا من الكتاب والسنة ميسور. وأرجو أن يتسع يعني الصدر لهذا التأصيل لأنها قضية في غاية الخطورة. هم يكفرون إخواننا وأولادنا من أفراد الجيش والشرطة بإسقاط بعض الآيات القرآنية التي نزلت في كفار أصليين على مسلمين أصليين، فهو استدل بقول الله تعالى: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. يستدل بقول الله تعالى: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. قال:
لم تفرق الآية بين التابع والمتبوع، فاستحق جنود فرعون حكم فرعون، وهذا استدلال باطل لأنهم بنوه على مقدمة باطلة، ألا وهي أن جنود فرعون استحقوا هذا الحكم لمجرد معاونتهم ونصرتهم لفرعون، وهم يعبرون عن ذلك بالمعنى الحديث العين الساهرة على فرعون وظلمه، ونسي هؤلاء أن كفر جنود فرعون كفر أصلي بالله. طيب. قال بعض المتهمين في التحقيقات أن تنظيم داعش يدعو لتوحيد المسلمين في خلافة إسلامية واحدة وفتح بلاد أخرى وضمها للخلافة الإسلامية، وقال أيضا بتكفير بعض علماء المسلمين ومشايخهم، بل ذهب أبعد من ذلك وقال أن حدوث عمليات إرهابية من قبيل الجهاد في سبيل الله. ما رأيك في هذا القول؟ وفي كلمات ماذا تقول لمن يعتنق فكر داعش؟ هذا القول أصلا قول مخالف للقرآن والسنة، وهو ناشئ عن سوء فهمهم للأدلة القرآنية والنبوية. سوء فهم ولا سوء قصد يا شيخ محمد؟ سوء فهم مع سوء قصد عند البعض. ماذا تقول له؟ لا مش عند البعض، ما أصلا لا أستطيع أن أعمم الأحكام. ماذا تقول له؟ أقول له ارجع ارجع إلى الحق، واعلم بأن الدماء المحرمة للمسلمين والمعصومة للذميين والمعاهدين والمستأمنين، ورب الكعبة لو استمعت إلى وعيد الله فيها ووعيد رسوله لفكرت بدل المرة 1000 مرة قبل أن تقدم على قتل امرئ مسلم واحد بغير حق وبغير مستند شرعي.